احنا كإدارة مدنية في عنا فرق شغالة على تصليح الوصلات هاي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، على أساس نخفف هذه الظاهرة وإنه المي تصل في الآخر للمواطن البسيط على بيته بشكل دائم. الرسالة تبعتي لكل المخالفين، أول شغلة احنا عارفين من إنكو وعارفين كل المعلومات عنكو وإيش بتعملوا بالضبط. بتمنى عليكم إنكم تبطلوا هاي المخالفات، لأنه أنتم عمالين تضروا في جميع السكان، في جميع البني آدمين اللي ساكنين في هاي المنطقة إن كان إسرائيليين ولا فلسطينيين. هاي الظاهرة راح تستمر، إحنا رايحين نلقي القبض عليكم ونجيبكم بشكل قانوني للمحاكم اللي تعالج هذا الموضوع. وفي سبب عملية السرقات إحنا بنصل لوضع إنه المي مش عم تصل على بيوت الناس، عشان هيك إحنا في الوقت الحاضر كيف ما انتم شايفين عم نعمل وبنشتغل ضد هاي الظاهرة. وللسرقين نفسهم انا بوجه لكم رسالة، اول شيء احنا معنا معلومات مين انتم، ومعنا معلومات كيف بتشتغلوا، واحنا راح نشتغل ضدكم في شكل القانون ونجيبكم للحكم عشان تاخذوا اقصى العقوبات، لانه انتم عم بتضروا وبتصيبوا مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والبنادمين بشكل عام.